مرحبا شباب، يعطيكم العافية. معكم جاك سريني من ميوزك جير. اليوم رح نحكي عن كيفية تثبيت الباد وتثبيت للكيبورد. يعني عنا إيقاع، نحن رح نقي إيقاع تبع إنزال الست تبعولي. تنفترض هيدا الإيقاع، من إيمن عنه أول شغلة اللوك، من إيمن اللوك على الكيبورد سات. يعني بنحكي 1 2 3، بنروح على الأصوات، بننقي الصوت اللي بدنا إياه، نعتبرنا بدنا هيدا الصوت، نطلع إكزيت، نجي على الكيبورد سات، نضلنا كابسين، بيسيف، أوكي، على أول واحد، أوكي، صار عنا أول كيبورد سات اللي نحن نقلنا ستراتو. تاني كيبورد سات بدنا إياه مثلا بيانو. تكلنا عليه، نرجع الكيبورد سات 2، نكبس 2، ضلنا كابسين، نرجع نقول له اوكي. نرجع بدنا 3 كمان، نقي ساكس تنفترض، بدنا 3، نضلنا كابسين على 3، كذلك الامر على 4، كمان نقي حيلا صوت اكورديون. نضلنا كبسين على 4، هيك بكون سيفنا 4 أصوات لإلنا: ستراتو، بيانو، ساكس، أكورديون. هذا الإيقاع الخاص بكون فيكم. هلأ هذا الإيقاع، هول الأصوات الأربعة بدنا نسيفهم على هذا الإيقاع. نجي لهون على السهم، نكبس ونكبس رايت كورنت ستايل، نتأكد انه هو عم يسيف على هذا الايقاع اللي نحن قايمين. اذا كنتوا عم بتسيفوا على ايقاع من ايقاعاتنا بتكون تكونوا قايمين، برجع بعد لكم جلوبال مود بريفرنسز ميديا، بنكون قايمين الفاكتوري حتى نقدر نسيف، لانه اذا مش قايمين بسيف على هيلا صوت باليوزر اول ايقاع. اوكي، نقينا الاربع اصوات، نرجع نجي لهون على السهم، نكبس رايت كيبورد سيت لايبرري. لا بنعتذر منكم، اوكي رح ضلنا هيك شايفة ترات وترجع. اوكي، بنرجع نجي لهون، بنكبس على رايت كورنت ستايل سيتينجز اللي هو عم يسيف الايقاع، وبيسيف معه 4 اصوات. يعني اذا نحن نقلنا على غير ايقاع تغيروا الاصوات، اذا رجعنا على الايقاع الخاص فينا بيرجع الأصوات ستراتو اللي نحن نقينيهم. هلا بذات الوقت بدي سيف بادات لهذا الإيقاع. عنا 4 بادات، بنقي باد، نقص على الباد. أكيد عنا قصص بقلب الأورج من الغربة، وعنا لوكال تبع ميوزك جير، وعنا يوزر. كل واحد شو بده بينزل، هو بيكون نزل بادات لإله. أما بيركب باد بكرة بفيديو قادم نرجع نفرجي كيف طريقة تركيب الباد. تنفترض نقينا من اللوكال، جربنا الكيتم من جي اس مثلا، نفوت على قلبه، اوكي صار عنا اياه هون، فينا نجربه، نكبس باد 1، اوكي عجبنا هيدا، بننقي غير باد، باد 2 كمان بنجربه. في حال بدنا نعدل على الباد، على الباد 2 تنفترض البيز قوي اما خفيف، بنفوت على المنيو باد سويتشز، اوكي نرجع ببين عنا باد 1 2 3 4، ببين عنا فوليوم للباد، يعني بنجربه، فينا نوطيه، فينا نعليه، فينا نعمل له بانينج، فينا نقوي له ريفيرب. الماستر تبع الايقاع بياخده هو، اما ماستر 2 افكتس بدنا نعلي له هاي لحاله، نعزل لحاله، فتحنا بدنا نخفف هاي، كمان بيخفف هاي، بدنا نقوي بيز، فينا نقوي بيز. اوكي اعتبرنا عملنا نحن ستينز معينه، خلصنا من كل شيء. اللي بدنا نعمله كمان ذات الطريقه على السهم من هون، رايت كورنت ستايل سيتينجز، يعني ثالث احتمال. اوكي كون انا سيفت 2 باد، فيني اكيد سيف 4 بادات وإلهم فوليوم الخاص فيهم.
وبيعملوا سينك دغري مع الإيقاع. هيك بهالحالة يكون عملنا للإيقاع الخاص فينا عملنا أربع بدات وعملنا أربع أصوات. مرسي لكم.